وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر مرحبا بكم، يعني أصدرتم بيان في هيئة علماء المسلمين بشأن نتائج لجنة تقصي الحقائق في جريمة قتل متظاهري انتفاضة تشرين. بداية دكتور، كيف قرأتم نتائج هذه اللجنة؟ حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك سيدي الكريم. أولا نتائج هذه اللجنة لا تساوي الحبر الذي كتبت به. تقرير هزيل جدا، لم يحظى بأدنى درجات المسؤولية. نحن نتكلم عن لجنة تحقيق في قتل جماعي عن طريق القنص واستخدام الرصاص الحي من بعد عشرات الأمتار. نتكلم عن قتل أكثر من 300 مواطن عراقي بريء، ليس لهم ذنب سوى أنهم خرجوا ليطالبوا باسترجاع الوطن من اللصوص والفاسدين. نتكلم عن مواطنين نزلوا إلى الشارع مطالبين بحقوقهم، النتيجة أنهم أكثر من 6000 جريح. ثم يخرج علينا تقرير بائس بما تحمله الكلمة من معنى، نتائج باطلة، نتائج ظالمة، نتائج مسيسة، نتائج غير حقيقية. تقرير يتناقض مع نفسه داخل فقراته. يدل على عدم احترام الدم العراقي وعدم احترام أهالي الضحايا. لذلك نقول التقرير والنتائج جاءت لتكشف حقيقة الحكومة الحالية وميليشياتها الإجرامية التي تستهتر بدماء العراقيين. دكتور، هل ترون أن موضوع تشكيل اللجنة وأيضا سير التحقيقات التزمت بمعايير الحيادية والنزاهة؟ أولا أخي الكريم، اللجنة مشكلة من أشخاص ومسؤولين في الحكومة هم نفسهم متهمون بارتكاب الجرائم بحق المتظاهرين أو لهم صلة بالموضوع مباشر أو غير مباشر. نتكلم عن لجنة فيها وزير الدفاع، فيها وزير الداخلية، فيها نائب قائد العمليات المشتركة وغيرهم من القيادات الأمنية، أيضا فيها مدير العمليات لهيئة الحشد، فيها مدير استخبارات ميليشيا الحشد. هؤلاء أعضاء في اللجنة، فكيف لعاقل يمكن أن ينتظر أن تخرج من هذه اللجنة فيها أناس متهمون ومسؤولون متهمون في أعضاء في هذه اللجنة، إما اتهام مباشر أو مسؤولية مباشرة عن ارتكاب هذه الجرائم. أما إذا تكلمنا عن سير التحقيقات فمن خلال التقرير يتبين أنها مجحفة إجحاف كبير بحق المتظاهرين، بحيث انها اتهمت المتظاهرين بالارهاب، اتهمتهم بحرق سيارات الاجهزه الامنيه. وطبعا هذا متوقع جدا لان اللجنه من اصلها منحازه تماما للجانب الحكومي، فلا يمكن ان ننتظر نتائج عادله غير ظالمه بحق المتظاهرين من هكذا اناس هم اصبحوا الخصم والحكم. طيب دكتور ثامر، اللجنة كما تعرفون برأت الميليشيات من جريمة قتل المتظاهرين في الوقت الذي كان ربما يكون أحد أعضائها قياديا في الميليشيات، هل سيست هذه اللجنة ولصالح من؟ بلا نقاش أنها نعم مسيسة من خلال النتائج التي ظهرت أو من خلال نتائج هذه اللجنة هي مسيسة. طبعا المتهم الأول في قتل المتظاهرين باستخدام القنص والرصاص الحي ومنع السيارات الإسعاف من معالجة المصابين وتسببت بموتهم في وقت كان إسعافهم يمكن أن ينقذ أرواحهم الذين ذهبوا بسبب هذا الجرائم الميليشياوي والحكومي. نعم، الميليشيات وبعض الأجهزة الأمنية وهذا أمر أصبح معلوم لدى الشارع العراقي، لا يمكن التشكيك بهذا الأمر. التقرير صدر بتسييس كامل وقلب الحقائق وجاء للتستر على المجرمين وتبرئة الميليشيات ورئاسة الحكومة الحالية، بحيث أنه أقر التقرير أقر باستخدام القنص وأقر بوجود الرصاص الحي، ولكنه لم يشر إلى الجهات المنفذة حقيقة والآمرة بهذا الفعل. قال هناك قناصون لكنه تغافل عن ذكرهم، حتى أنه لم يحمل الحكومة كما ذكر بيان الهيئة اليوم. لم يحمل الحكومة المسؤولية عن التقصير، وبالتالي حمل بعض الجرائم للضباط وقادة أمنيين صغار جعلهم كبش فداء.
دكتور ثامر، اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن الحكومة لم تصدر تعليمات للقوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين، إذا من أطلق النار؟ هل كان تصرفا فرديا مثلا من قبل الأجهزة الأمنية المتواجدة في الشارع؟ هذا الأمر مثل ما يقولون من الأمور المضحكة المبكية. نعم. أن التقرير يعترف بأن الإطلاق صدر عن الأجهزة الحكومية واستمر لأيام معدودة، ثم يحاول، يعني 8 أيام ليست قليلة، ثم يحاول هذا بالتقرير يحاولون أن يتستروا على الحكومة بقلب الحقائق. نعم. ويقول لم يستطع القادة الأمنيون أن يسيطروا على الرمي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. كيف يعقل أن يستمر الرمي المباشر لأيام معدودة واستخدام القنص ل8 أيام معدودة، وتأتي النتائج تقول بسبب ضعف القيادات لم تكن هناك سيطرة على أفراد الجيش والشرطة؟ نعم، الحقيقة أنه لم تكن هناك سيطرة على الميليشيات، هذا أمر صحيح، لأن الميليشيات لا يجرؤ حتى وزير الداخلية أن يقف ضد عنصر من عناصر الميليشيات. فإذا نعم، هناك أوامر بالقتل من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية، ولكن حاول التقرير أن يتغاضى ويتستر على هذه الجريمة. دكتور ثامر، في إطار كل ذلك وأنت تحدثت بشكل مسهب عن نتائج هذه اللجنة، ما الواجب على القوى الوطنية وأيضا على المنظمات الحقوقية والشعب العراقي بعد بيان زيف هذه الحكومة ولجانها المشكلة؟ اليوم بيان الهيئة كان واضح. نعم. ما هو الواجب على القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية وحتى الشعب العراقي. الهيئة اليوم دعت المنظمات الإنسانية والحقوقية سواء الدولية أو المحلية لبيان موقفها من هذه الجرائم وأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن قضية الشعب العراقي المسلوب. الشعب العراقي اليوم منهوب من على يد الميليشيات الحكومة المتعاقبة منذ 2003 إلى اليوم. نعم. الأحزاب المتسلطة أصبحت هي تستنزف دماء العراقيين وتستنزف مدخرات الشعب العراقي. لابد أن تقول هذه المنظمات كلمتها ولا تهرب من قول الحق او تصمت تجاه هذه الجرائم البشعه. نعم. والحيف على الذي يقع على العراقيين، عليها هذه المنظمات ان تقدم التقارير الحقيقيه للمنظمات والمحاكم الدوليه لمحاكمه المجرمين وفضح هذه الحكومه وميليشيات التابعه لايران بالعراق. من عمان، مقرر القسم السياسي في هيئه علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.